عبد الرحمن مصطفى بقى المحلل الكروي القادم. عبد الرحمن ازيك؟ ايه حضرتك؟ منور يا عبد الرحمن. منور حضرتك. انت فكرتك النهارده كانت مع الاعلامي هاني حتحوت صح؟ اه. اخبار قول لي بقى، اتبسطت وانت مع هاني النهارده؟ انا مبسوط وفخور. سالته ازاي؟ سالته ازاي ابقى محلل كروي؟ انا كنت واخد كورسات تحليل مع كنت نيوز مع مدرس التحليل كابتن تامر مدوي. الله، جميل جدا. مين المعلق اللي انت بتحبه اكتر حد؟ المحلل؟ المعلق اللي انت بتحبه اكتر حد او المحلل؟ المحلل احمد عفيف. احمد عفيف؟ اه. انت جامد برضو. قولي طيب، النهارده اتبسطت في الاحتفاليه؟ كنت طاير بالفرحة. طاير بالفرحة، حبيبي ربنا يزيدك فرحة يا رب. الله يخلي حضرتك. وكان عندك طلبات قلتها لهم النهاردة؟ ايوه. كان نفسك في ايه بقى؟ كان نفسي في تطوير في النادي اللي انا حبيته من صغري وتربيت على حب مدرسة الفن والهندسة نادي الزمالك. انت انت زملكاوي؟ ها، خد بالك انا اهلاوي بس بحب الزملكاوية اللي زيك. ان شاء الله تبقى اطلع في استوديوهات تحليليه في مباراه كره قدم الدوري المصري. يلا، ايه الماتش اللي كان نفسك تعلق عليه؟ حلله؟ ماتش الزمالك وبيراميدز في 3-3 اللي هو في كاس مصر الدور الاول النهائي. اشمعنى؟ كان ماتش ممتع وكان فيه اهداف كتير. وكان ماتش حلو قوي بين الفريقين. انت اللي حلو والله يا عبد الرحمن. الله يخلي حضرتك. ألف مبروك، إن شاء الله هشوفك قريب أجمد معلق كروي وأكبر أجمد محلل كروي وتطلع على كل الشاشات إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا يا عبد الرحمن، نورتنا. الله